قرباغ بؤرة الصراع المتجدد. تتداخل في هذه البقعة الصغيرة تعقيدات الجغرافيا السياسية والإرث التاريخي، بما يؤجج الصراع فيها بين الحين والآخر منذ 3 عقود. فمنذ مطلع 90ايات القرن الماضي أصبح قرباغ الذي يعد جزءاً من أراضي أذربيجان باعتراف دولي في قلب أحد أهم الصراعات الدولية وأكثرها تعقيداً بسبب الاحتلال الأرميني له. تعود جذور الصراع بين باكو ويريفان إلى حقبة الاتحاد السوفيتي الذي أنشأ منطقة حكم ذاتي أرمينية في قرباغ، فأصبح الإقليم ذا أغلبية أرمينية. قبل انهيار الاتحاد بسنوات قليلة بدأت الحرب بين البلدين المنضويين تحت العلم الأحمر، كان هدفها سيطرة أرمينيا على الإقليم. توقفت الحرب عام 1994 بسيطرة أرمينيا على 20% من الأراضي الأذربيجانية في الإقليم، وارتكبت حينها أبشع المجازر، أبرزها مجزرة خوجلي عام 1992. عام 2020 أخذت أذربيجان زمام المبادرة لاسترجاع أراضيها المحتلة، فأطلقت حرب التحرير بدعم سياسي وعسكري من حليفتها تركيا. أذربيجان وأرمينستان arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. استعانت أذربيجان بالدبابات والمدافع والطائرات المسيرة، واستطاعت خلال 6 أسابيع من المعارك الضارية تحرير مناطق شاسعة في جنوبي الإقليم وشماله، أهمها جبرائيل وفضولي على الحدود مع إيران، وشوشة الاستراتيجية التي أعلنت باكو تاريخ استعادتها في 8 نوفمبر تشرين الثاني، يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية. في 10 نوفمبر تشرين الثاني من عام 2020 وضعت الحرب أوزارها بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، تعهدت أرمينيا بموجبه إعادة 3 مناطق هي كلبجار وأغدام ولاتشين للسيادة الأذربيجانية خلال فترة زمنية محددة. لكن الاتفاق لم يضع حداً للصراع، على الرغم من نشر فرقة روسية لحفظ السلام على حدود التماس بين الطرفين المتنازعين ل5 سنوات. وسنتابرن 27'den bugüne kadar 300'e yakın yaşayış mentegesinin azat edilmesi Ermenistan ordusunun belini kırdı. أرمينيا واصلت استفزازاتها الأمنية وشن عمليات إرهابية وبناء التحصينات العسكرية، ما أجبر باكو على خوض جولة قتال ثانية في 18 سبتمبر أيلول عام 2023، عنوانها محاربة الإرهاب وفرض النظام الدستوري في إقليم قرباغ. لوكال خاركتيرلي أنتي تيرور تدبيرلرنا başlanıldı ve cemi bir gün ərzində bütün karşıda duran vəzifələr yerinə getirilmişdir. استسلمت القوات الأرمينية المسلحة والجماعات غير الشرعية في الإقليم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية فرقة حفظ السلام الروسية، ووافقت على نزع سلاحها وإخلاء مواقعها القتالية. وهكذا استعادت باكو السيطرة على قرباغ وتعهدت بضمان حقوق السكان الأرمني فيه من دون أي تمييز عرقي أو قومي. bundan sonra müzeffer ülke ve galip halk kimi ebedi yaşayacağız. Bundan sonra Karabağ'da ve Zengezur'da ebedi yaşayacağız.